وتوصلت طوكيو وسيول إلى اتفاق تاريخي لتصوير الخلاف بينهما حول نساء المتعة في العام الماضي. وصادف يوم الأربعاء الماضي الذكرى السنوية الأولى للاتفاق، حيث نظم الكوريون الجنوبيون احتجاجات في كل أنحاء البلاد لمطالبة حكومتهم بالإلغاء. يوم الأربعاء الماضي نظم بعض الكوريين الجنوبيين مظاهرات بجانب تمثال نساء المتعة القريب من السفارة اليابانية لدى كوريا الجنوبية من أجل رثاء نساء المتعة اللواتي توفين في العام الماضي. وبعد المظاهرات توجه هؤلاء المتظاهرون من السفارة اليابانية إلى وزارة الخارجية الكورية الجنوبية لمطالبة طوكيو بالاعتراف بحقيقة الجرائم والاعتذار علنا ودفع تعويضات إلى الضحايا. أتمنى أن تنهي حكومتنا إجراءات نقل السلطة في أسرع وقت ممكن، وذلك لإنقاذ الاتفاق حول نساء المتعة بين الجانبين سريعا. وفقا للإحصائيات والاستطلاعات الشعبية في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي، لا يوافق معظم الكوريين الجنوبيين على الاتفاق بشأن نساء المتعة مع اليابان. وفي 28 من ديسمبر من عام 2015 اتفقت حكومتا كوريا الجنوبية واليابان على اتفاق حول نساء المتعة فجأة، وقد اعتبر هذا الاتفاق اتفاقا نهائيا ولا يمكن تبديله إذا تحملت اليابان مسؤولياتها. هذا واستنكر العديد من المشاركين في المظاهرات الاتفاق الذي عقدته حكومتهم مع اليابان دون مناقشة مع الضحايا. يذكر أن اليابان دفعت بموجب الاتفاق بعض المستحقات إلى كوريا الجنوبية قيمة بليون ين ياباني، أي نحو 83 مليون دولار أمريكي لنساء المتعة اللواتي ما زلن على قيد الحياة، ولكن اليابان شددت على أن هذه المستحقات بهدف العلاج وليس بهدف التعويض، حيث رفض قسم من نساء المتعة تقليل هذه الأموال.